اديه لحم. تسلم ايديك. عايز حاجه يابا؟ عايزك بخير يا حبيبتي. ايه عايز حاجة تاني يا احمد؟ اؤمر يا حبيبي. عايز اناسبك يا عم مفيش عيشة. انا كنت متوغش وقلبي كان حاسس من الاول. الف سلامة على قلبك يابا، كان حاسس بيه. بقول لك ده انت ما تاخدنيش بدوكة وتعمل لي فيها فوكه. طب قول لي بس قلبك كان حاسس بايه؟ حاسس يا اخويا، حاسس ومن زمان مش من دلوقتي، من يوم اخوك فتحي مسافر ها؟ وانت شبطت في اوضته. انت عارف بقى المذاكره يابا. والله ان كان على المذاكره مقدور عليها، بس المذاكره بس. شوف اهو ده دكتور، انا حالف يمين ما في حد من عيالي هيتجوز في الشقه تاني، ده غير ان بواقي عفش اخوك فتحي لسه في الاوضه. عارف. طب الحمد لله انك عارف. بقول لك يابا، ما نويت اتجوز. شفت بقى؟ جبتش حاجة من عندي؟ ما انت من ساعة ما دخلت عليا الداخلة دي والحنجرة اللي بتتحنجلها ووقفتك جنبي ايد في ايد، ما انا حاسس. بقول لك ايه؟ لآخر مرة هقولها لك، مفيش حد من العيال هتتجوز في الشقة تاني. مين اللي قال لك ان انا هتجوز في اوضة فتحي؟ امال هتتجوز فين ان شاء الله؟ في الصالة؟ ولا في اوضة انا وامك؟ ونبدل مع بعض، انا وامك يوم وانت عروستك يوم. شوف يا أستاذ الدكتور، قبل ما نعرف هتتهبب فين نتكلم ونعرف هتتجوز مين وازاي، وبعدين نشوف هتتهبب فين. قطع قطع قطع. ادخلوا عندي يا احمد، انتوا عارفين انا ما عنديش غير سميحه، ولما بتغيب عني ساعه روحي بتسحب مني. ربنا يخليها لك يا اخويا. ابسط يا دكتور، اهي جات لك على الطيبه. ايه لو ايه سكن صح تشرف مع انضف واطهر ناس، ما تتعيبش. انت بتقول يا حاج انا برضو هقرر جواز غير اذا كنت عامل حسابي وجايب شقه. انا مش هاخد بنت الناس مرمطها معايا، ودي مش بنت اي ناس، بنت اعز الناس عليا وعليك. اسمع يا احمد، اشتري شقه واتنين لو كان في مقدوره، وتبقى تبيعهم في وقت عوزك. التحويش في الارض والعقارات ما يقلش ابدا بل يزيد، لان الناس دايما في زياده، واللي بيزيدوا دول محتاجين سكن ومباني. يعني اللي النهارده بقرش بكره يبقى بقرشين. يا الله، تصدق عم ابو شعيشه دي فكرت في حكايه السمكه بتاعت زمان. على ايه؟ ما تفهمني يا ابني، ايه حكايه السمكه بتاعت زمان دي؟ هقول لك يابا، دي حكايه كان حكايه لي عم ابو شعيشه على زمان، وهي اللي مشياني في حياتي كلها. ولما لقيت الحمد لله الخير جاي، بعوزت حجر يجي يشيل معايا، ما لقيتش غير حجر سميحه بنتك يا راجل يا طيب. وانا موافق وما قلتش لا، بس لو بتحبني بقى. بحبك. بحبك ايه عيب، ما تقولش كده. خلاص يبقى تسكن معانا انا وامه. يعني ايه الكلام ده؟ ايه مالك يا رتيبه، اتفزعت كده ليه؟ ولا انت كنت عايزاه يتجوز ويقعد معانا هو كمان؟ وماله يا توفيق؟ مين اللي في جنابك؟ الماله قال اهو. ماله ده اللي انا مش عارف عنه اي حاجه. يا راجل يا راجل، قول الحمد لله. الحمد لله بس على ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. يوه، على القليل وعلى الكتير، والقريب والبعيد. مش كفايه انه شال راسه من على كتافك من وهو عيل صغير قد كده اهو؟ لا وايه؟ كتب وهدوم وراديو، وكمان كلها كام يوم ويتجوز. طب بارك يا اخوي، عقبال ما نفرح بمديحه ومحمد. اهو كلكم ومديحه دي كوم تاني خالص. ده انا بقيت نسيت البت بقى عندها كام سنه دلوقتي. بقول لك يا لتيبه، هي البت بتك دي وحشه؟ فاشر، بنتك زي القمر. امال في ايه بس؟ في ايه؟ الدنيا فارده دراعاتها الاثنين لاخواتها، وجايه لحد عندها وايديها مكسوره كده ليه؟ النصيب يا ابو فتحي. ونعم بالله، استغفر الله العظيم يا رب. بقول لك ايه؟ قال انت ما تعرفيش الواد احمد ابنك ده بيجيب الفلوس دي كلها منين؟ ما انت عارف انه بيشتغل. ايوه عارف انه بيشتغل، بس شغل ايه ده اللي يخليه يتجوز ويروح لابو شعيشه ويقول له بقلب جامد كده هجيب شقه؟ والله اسال ابو شعيشه، ما هو من يوم وهو بيشتغل معاه وسره معاه. طب وعزة جلال الله، انا قلبي خايف لا يكون الواد احمد ابنك ده شغال في الممنوعات، او ماشي في سكه كده ولا كده تجيب داغه وتجيب دماغنا الارض. يا راجل صلي على النبي. عليك افضل الصلاه والسلام يا نبي.
احمد ابنك ما بيسيبش فرض ربنا والوقت بوقته. اياكش انت ما شفتش السبحه اللي في ايده. الحمد لله رب العالمين، احسن بكتير قوي. هو فجاه وقع، ما نعرفش ليه، اعتقدنا ان عنده غيبوبه سكر. هو الوالد عنده سكر؟ لا بقولك اعتقدنا ان عنده غيبوبه سكر، تلاقيه بذل مجهود كتير وما كلش وقع. المهم الحمد لله على سلامته. ما قلتليش اخبار الزياره ايه؟ تمت والحمد لله على اكمل وجه. والاخ فتحي الرفاعي سرب لنا رساله التعاليم للامام الشهيد حسن البنا. رساله كامله كده؟ لا، الجزء الخاص بواجبات الاخ العامل. الاخ فتحي غير في الصياغه، خلاها واجبات الاخ المسلم، وحذف اي حاجه ليها علاقه بالجماعه وكتبها بخط ايده. ايوه كده، شفت بقى الحكمه، شفت الحكمه والرزانه. عرف ان وجود اسم الاخوان المسلمين في اي حاجه، يا اخي احنا مش قدهم اصلا. يا اخ احمد، احنا اللي يهمنا دلوقتي ان احنا نوزع الرساله دي لجميع الاخوه. طب واحنا هنوزعها ازاي؟ هنكتبها بخط ايدينا كده؟ بالظبط كده. لا ما ينفعش، دي شغلانه كبيره قوي، عايزه مجهود وعايزه وقت. بقولك ايه، هتيجي نوديها لاي مطبعه؟ مفيش مطبعه هتوافق، اي مطبعه هتخاف ممكن يحصل متاهات. طب ممكن بقى تسيب الحكايه دي عليا انا لو سمحت، يعني على ربنا ثم عليا. ان شاء الله في اقل من 72 ساعه يكون عندك اكتر من 5000 ورقه وبالمجان. والله يا حاج انا سبت الفجاله كلها وجيت لحضرتك وسمعتك الطيبه وسمعت عيلتك بشاره الطاهره وسيرتها الحلوه. ان شاء الله انا عارف انك هتعمل لنا اللي احنا عايزينه. وانا تحت امرك، بس المهم في الاول نتفق على الفلوس ومواعيد التسليم ونوع الورق وشكل الطباعه، عشان كل حاجه بقى متفقين عليها وعلى نور. واحنا مش هنختلف في حاجه يا حاج، احنا لا يهمنا فلوس ولا نوع الورق ولا شكل الطباعه، اهم حاجه عندنا التسليم في مواعيد. الله الله عليك يا ابو حميد. لا كمان بقى مع مواعيد التسليم يهمنا الفلوس قوي، وعايزك تعرف ان الحكايه دي فيها كده لوجه الله، ان شاء الله بامر الله تعالى انت مش هتكسبها. من عينيا الاثنين، انا تحت امرك. الكتاب ده يا حاج ما فيش طالب في الكليه الطب البيطري ما بيحتاجوش من سنه اولى لاخر سنه، بس هو في الحقيقه الكليه بتنزله غالي قوي قوي. احنا عايزين ننزله بربع ثمنه تقريبا، لان اللي قادر اهو بيشتريه، انما اللي مش قادر بيروح المكتبه يمقع عينيه لحد ما يحفظه. يعني احنا حاسين ان من واجبنا اننا نوفره للي قادر واللي مش قادر. وانا والله انا هكسبكم. شوفوا انتوا عايزين تطبعوا منه كام نسخه وانا تحت امركم. ايوه حاج، بس انا مش هعرف اقول لك انا عايز كام الا لما اعرف بكام. اتفضلوا الشاي. وانا كمان ما اقدرش اقول لك بكام الا لما اعرف هتاخد كام نسخه، لان سعر ال 1000 غير سعر ال 5000. صدق صح. طب لو قلت لك 10000 نسخه؟ لا تفرق كتير، بس انت هتجيب منين 10000؟ ده انت تلاقي كل اللي في الكليه عندكم 2000 او 3000 طالب بالكتير. اه بس انا مش هبيع في جامعه القاهره بس، انا هبيع في كل كليات طب بيطري فيك يا بره مصر. طب اروح انا اجيب الورق عشان نكتب اللي اتفقنا عليه. استنى بس يا حاج قبل ما تجيب الورق. احنا بعد اذنك يعني عايزين نطبع الكراسه دي لوجه الله تعالى. ايوه بس عدم المؤاخذه يعني فيها ايه الكراسه دي؟ اه يا حاج، دي ان شاء الله فيها واجبات الاخ المسلم. احنا في حياتنا حاجات كتير قوي لازم نعملها لوجه الله، نعرف اللي لينا واللي علينا، وانا متوسم ان شاء الله بحضرتك انك هتعمل الخير ده. وانا تحت امرك. اتفضل يا حاج، اروح انا اجيب. اتفضل. وديتنا في داهيه 10000 نسخه، هنجيب فلوسهم منين ونوزعهم ازاي اصلا؟ يا سيدي اهدى، هنعمل اعلان في الكليه، كتاب سيزون ابو 50 جنيه هنبيعه ب 12 جنيه ربع ثمنه، ومش هناخد على طول فوري بالتقسيط، والتقسيط مريح كمان، يعني هناخد منهم 6 جنيه والستة الباقيين على 3 شهور، كل شهر 2 جنيه، مكسبنا في ال 12 جنيه يا محمد 7 جنيه، يعني في ال 10000 نسخة 70000 جنيه. يا سلام، ده إذا عرفنا نبيعهم أصلا يا أخويا. وغلاوة الحاج عندك وعندي لهنبيعهم. أنت من بكرة إن شاء الله هتروح كلية طب أسيوط، وأنا هروح جامعة القناة. أسبوعين يا محمد والله العظيم الموضوع ده هيخلص. وإحنا إن شاء الله بقى هنقعد ندور على محافظاتنا نلم الأقساط. ما نلفش ليه يا محمد؟ ده إحنا نلف وندور ونسعى ونشقى. الرزق يحب الخفية. وبعدين بدل ما انت تشقى سيدي ممكن نلف على واحده من الاخوات كده نجيبها هي اللي تجيب. يعني انا واحده من الاخوات دي مش من الاخوه. اولا لان الشغل مع الاخوات لذيذ في حد ذاته، وبعدين مفيش حد من الاخوات هيقلدك الشغل بعد كده، انما لو جبت حد من الاخوه ممكن يقلد الشغلان ويشتغل من وراك يقلشك، يعني ده ممكن كمان ياكل عليك بقيه فلوسك. صح، احنا من هنا ورايح لازم نشتغل على حد. ايه مالك يا ام سميحه؟ مش على بعضك ليه؟ بنتي الوحيده قاعده مع راجل غريب لوحدها. احمد مش غريب. بالنسبه لك مش غريب يا حاج، لكن بالنسبه للبنت غريب، والبنت لسه صغير. يا وليه ما هيبقى جوزها؟ اقول لك على حاجه ام سميحه. قول يا اخويا. طب خليكي معايا. امال ما انا معاك اهو يا حاج.
طب اقول لك اروح اعمل لهم حاجه يشربوها. ده انت من كتر اللي شربته لهم زمان بطنهم عامل دلوقتي. تعرف يا ام سميحه، من يوم ما خط احمد عتب دكانتي واتكلمت معاه وتمنيت انه يخط عتب بيتي، والحمد لله ربنا ناولني اللي في بالي. الله، كل ده ليا؟ كل دول وفوقهم عنايا يا غاليه. بس انا اسمي سميحه. لا ده كان زمان، خلاص بقيتي غاليه، سميتي غاليه يا غاليه. بس انت يا احمد ما شفتنيش غير مره واحده. كفايه قوي عليا مره واحده. هو البني ادم ايه؟ ما هو بيعيش مره واحده، يتولد مره واحده ويموت مره واحده. وانا من مره واحده لقيتني قابلت واحده حبيتها مره واحده. كلامك حلو قوي يا احمد. صدقيني لو قلت لك ان كلامي انا باخده منك انت، من عينيكي، من ريحتك، من جمالك، منك على بعضك. حاسب بس انا اول مره. اول مره؟ طب استني استني، دي مهمه قوي. اول مره دي ودي ورايا واخر مره. واخر مره احب فيها. احب فيها. احبك انت. احبك انت يا احمد. يا احمد هو اللي انا بسمعه ده بجد؟ يعني احمد اللي انا سمعتها ليه؟ سمعتها بجد. الحق يا حاج، دول بيتوشوشوا. قلتلي خليكي جنبي هنا، هتقلقي نفسك وبس. تعرف يا ام سميحه كان عاوز يجيب لها شقة باسمها وياخدها ويمشي بعيد عن عينينا. قلت له أبدا، أنا ما حلتيش غير بيت واحدة. يعني دلوقتي هنفضل سايبينهم لوحدهم كده كتير؟ دي أمانة في رقبته، وأحمد ما يخونش الأمانة. سيبيهم مع بعض يفهموا بعض. أقولك على حاجة مسامحة. قولي حاج. أحمد ده معزته عندي زي سميحة بنتي بالظبط، ويمكن هو يعرف عني حاجات سميحة ما تعرفهاش عني. ماما ماما. آه عروستنا جات يا ستي. شفتي الشبكة اللي جابها لي أحمد؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ألف صلاة على الحبيب. إيه الحاجات الحلوة دي؟ ألف مبروك يا سميحة، ألف مبروك يا بنتي. ده تصرف لو كنا في ظروف تانية يا أخ أحمد كان لازم تتحاسب عليه. والله انا مندهش يا اخي ابراهيم، انا كنت متصور ان حضرتك جايبني علشان تشكرني اني طبعت رساله التعليم، ما كنتش متصور ابدا انك تنقدني علشان طبعت كتاب سيدي. طباعتك لرساله التعليم لا تستحق عليها الشكر يا اخ احمد، لانه واجبك وواجبنا جميعا لخدمه الجماعه. واللوم مش لانك طبعت السيزون، الاصل في اللوم مرجعه تصرفك الفردي، لأننا جماعة واللي عملته خروج عن نسق الجماعة ويمكن اعتباره انشقاق عن الجماعة. ايه يا عمي ما تخطنيش يا أخ إبراهيم، انشقاق ايه بس اللي عن الجماعة؟ لا بالعكس، اللي أنا عملته ده ربي اللي يعلم، بس أنا كنت عامله وحاسس إن في مردود عظيم للجماعة. أنا لا يعنيني المردود بقدر ما يعنيني المبدأ، فالغاية لا تبرر الوسيلة يا أخ أحمد. لا 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 اسمحني، الغايه اللي انت بتتكلم عنها دي الناس هي اللي هتسالك عليها، مش هيسالوك عن الوسيله، هيسالوك بس هل حققت الغايه ولا لا. انا ما بحبش الطريقه المكيافيليه دي، انا كل اللي يهمني القواعد التي اقيمت عليها الجماعه، ومن اهم هذه القواعد الشورى. وانت لم تستشر اي احد يا اخ احمد، صرفت كاننا مش موجودين. وانما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وانا اقسم بالله أني لم أكن أبداً أنوي أي شبهة خروج عن الجماعة على الإطلاق يا أخ إبراهيم، وإنما كانت نياتي في كل الخير للجماعة. والأخ أحمد يا أخ إبراهيم ممكن يوعدك بعدم تكرار مثل هذه الأمور مرة ثانية؟ ليكن. يبقى يحذف اسم الجماعة من على الدعاية اللي في كتاب. حاضر، بارك الله فيك يا أخ إبراهيم. إحنا بقى عايزين نتكلم في الموضوع المهم، موضوع انتخابات اتحاد الطلبة. ما تنساش تشغلها. تفضل. الله يكرمك يا حبيبي. الله يكرمك يا حبيبي. رمك الله.
أكرمك الله، تقبل الله، أكرمكم الله. ازيك يا سيدي؟ الله يحفظك. تفضل تفضل، ربنا يبارك فيك. ازيك؟ ما تنسناش بالدعاء. أكرمك الله، مع ألف سلامة. تقبل الله. ازيك يا محمد؟ مش هوصيكم. يعني أنت أكيد عارف اللي أنت عملته هنا غير مسموح بيه في الكلية. سعادتك عندك حق يا فندم. طيب كويس، بس ده في حالة ما أكون بتاجر وأتربح لحسابي الشخصي. أما تفسر بإيه اللي أنت عملته؟ سعادتك لو سألت في الشؤون تحت هتلاقيني بورط كل الأرباح اللي بتطلع لصالح اللجنة الاجتماعية اللي أنا مرشح ليها. وإشمعنى اخترت أنت بقى بالذات اللجنة الاجتماعية؟ في الحقيقة يا فندم حسيت إن هو المكان ده اللي يخليني أكثر قربا لزملائي وإخواني، وخصوصا المحتاجين منهم. يعني قلت مش هقدر أساعدهم إلا إذا عشت عيشتهم وحسيت أحاسيسهم، وأعتقد إن هو ده دور الاتحادات عموما. كلام جميل. قول لي يا احمد، انت ابوك بيشتغل ايه؟ صاحب مصمت في الجيزه يا فندم. مصمت؟ ايوه مصمت في الشوكه وارع ومبار. علشان كده بقى انت اخترت كليه الطب البيطري؟ لا والله خالص يا فندم، انا كنت ناوي هندسه، بس نقولي بقى المجموع. واكيد مش مبسوط. لا ازاي ما بقاش مبسوط؟ اي مكان تحت اداره سعادتك يبقى هو المكان اللي لازم نبقى مبسوطين فيه. متشكر يا احمد، وتفضل انت دلوقتي. بس لازم تعرف اي نشاط تجاري بعد كده في الكليه ممنوع يا فندم، الا اذا انا بنفسي وافقت لك عليه. انا شخصيا وعن اقتناع هرشح احمد توفيق. واشمعنى احمد توفيق؟ كل الطلبه بتتكلم عنه. انا عايز اعرف احمد توفيق ده عمل ايه. عملت دي؟ عملتوا انتوا ايه بقى؟ وايه دي بقى ان شاء الله؟ ميداليه بسيطة وما فيهاش حاجة، بس دليل على اني موجود، على اني بشتغل. قصدك ممكن تشتري؟ هو الشغل عبارة عن ايه غير بيع وشراء؟ بس هي الافكار دي هتفضل في دماغكم، مش هتعرفوا تطبقوها في الواقع، مع ان كل الافكار دي يا اخي سبحان الله موجودة في الاسلام، بس لو تسيبوا الكتب الحمراء وترجع له المصحف في القرآن. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. انت اسمه مين؟ احمد توفيق. حبابكم مين؟ احمد توفيق. انت اسمه مين؟ احمد توفيق. اسأل امك يا حبيبي. مش هنرجع خالص يا حبيبي، هو في احلى من السعوديه وفلوس السعوديه؟ امال ليه كل يوم تتخانق على الفلوس يا بابا؟ عشان خالد يا حبيبي في ناس ما بتشبعش، كل ما ربنا بيديها بتبقى عايزه اكتر واكتر. وانا بس اللي عايزه اكتر يا فتحي، ولا انت اللي ما بتشبعش؟ انا عن نفسي اتمنى يبقى عندي مال قارون. هو في حد يكره الخير؟ بس يعني مش ده الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. الموضوع الواحد ما يبقاش بخيل على عياله وبيته. انا مش بخيله يا اخويا، بس مش معقول افضل امقع عيني طول النهار على المخروبه دي، وانزل اروح لادي ولادي عشان الاخر اروح اجيب بالفلوس لبن وشوكولاته. تفكرتيني يا بدريه. هو انا لما رحت اجيبك من عند ممازن لقيتك قاعده يعني من غير طرحه وشعرك مكشوف والراجل قاعد؟ وفيها ايه ان شاء الله؟ ده راجل قد جدي. فيها اللي انا لما بروح له ما بلمحش خيال مراته، تقوم انت قاعده وشعرك مكشوف وهو قاعد كمان. حاضر يا فتحي، هبقى اغطيه ان شاء الله. دي دعايه رخيصه جدا. لا بالعكس، انا شايف انها دعايه جميله جدا. تبقى رخيصه لما ما يكونلهاش قيمه يا اخ ابراهيم، بس متهيألي قيمتها انتوا شفتوها كلكم، انتوا كل الاخوان. النتيجه ان احنا وصلنا لكل الطلبه اللي في الجامعه تقريبا. وما كانش ينفع نوصل للطلبه من غير ميداليات. وما وصلتوش ليه؟ ما عملتوش كده ليه؟ سبحان الله يا جماعه. انا شايف ان احنا لازم نفكر بالطريقه اللي كانوا قبلنا بيفكروا بيها. دي رجعية. رجعية؟ اهل رجعية بقى اللي حضرتك بتتكلم عنها دي، واللي هم بيتهمونا بيها ويقولوا علينا اصلنا رجعيين واصوليين. يا جماعة احنا مش لازم نعبر النهر قفزا. تقصد ايه يا اخ احمد بالكلام ده؟ اقصد سياسة الخطوة خطوة. كيسنجر انهت الحرب. كمان كيسنجر؟ يا جماعة احنا ما ينفعش نبقى منغلقين واحنا في عصر انفتاح. بالعكس، احنا لابد اننا نستغل عصر الانفتاح ده انه يبقى وسيله لتحديد هدف. كمان برجوماتي؟ ليكن، مش مشكله، المهم اننا دلوقتي موجودين هنا محتلين هذا المكان، بقينا على راس الحركه الطلابيه. وبعدين في طريقه تفكيرك دي يا اخ احمد؟ بعدين دي بقى في الحقيقه اخ ابراهيم مقرونه بمدى المساعدات اللي ممكن نقدمها للطلبه المحتاجين وما اكثرهم. ومتهيألي ان مكسبهم في صفنا سوف يفتح لنا ابواب الجنه. نور. مبروك يا اخ احمد. حبيبي يا اخ عمر، الله يكرمك. ايه يا اخ احمد، احنا عاملين المجهود ده كله عشان نتصور؟ لا بقولك ايه، ده عميد الكليه والكليه بيته،
إذا دخلتم بيوتاً غير بيوتكم فاستأذنوا، إحنا بنستأذنوا وبنشكروا. أهلاً 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 يا فندم. أهلاً وسهلاً. وبالسرعة دي لحقت تعمل المعرض يا أحمد؟ يا فندم بسرعك إيه؟ سعادتك لو بصيت وراك للطلبة هتعرف إن إحنا كان لازم نعمله إمبارح مش النهاردة. وديني بصيت يا سيدي، في الحقيقة أنا مش شايف غير طلبة وطالبات. لا سعادتك بص في عينيهم يا فندم، هتعرف قيمة اللي حضرتك قدمته علشان. لا لا يا أحمد، قدمت إيه بس؟ دي كلها بركة أفكارك. طب يا فندم هي أفكاري لازمتها إيه بدون توجيهات سعادتك وثقتك فيها؟ طب سمي وادخل برجلك يمين يا فندم. يا فندم يا فندم، البركة في دخلة سعادته علينا. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سرت الحب وظلم الحب الكل أصحاب وارب. ايه وطيت ليه؟ ايه اللي وطيت ليه؟ مش احسن ما يتدغدغ ولا تسمعه لواطي ولا عالي؟ ليه يا عم في ايه؟ انت ما سمعتش ابوك؟ لا يا راجل، ده صوته اتنبع على ايه ده كله؟ عمال ينده عليك، وطي الراديو وطي الزفت، لما قرر يخش يدغدغه قلت اخش الحقه. طيب ممكن بعد اذنك تعليه سنس؟ يا سلام، ده ايه الرومانسيه الجميله دي بقى؟ ايه الاحساس المرهف ده؟ وام كلثوم كمان انت بتحب ولا ايه؟ لا لا الحب ده امر سهل قوي. طب وايه الصعب بقى؟ لا والله يا ابو حميد هو مش صعب، بس غريب وحلو. هو ايه ده؟ انت عارف المعرض النهارده خلص في قد ايه؟ هو ايه اللي خلص بالظبط؟ المعرض ولا اللبس اللي في المعرض؟ ما لو اللبس خلص يبقى المعرض خلص. خلص في قد ايه؟ في 3 ساعات. يا راجل، البضاعه اللي جبناها ب 700 جنيه بعناها ب 2500 في 3 ساعات. ده كده المكسب يجي 350%. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه اننا لو رحنا جبنا بضاعه ب 3000 جنيه هنبيعها ب 10000 جنيه، ده في نص اسبوع. النص الثاني نفس الحكايه ب 20000 جنيه في الاسبوع. يا نهار اسوح، ده كده انت بتكسب اكتر من المخدرات. اعوذ بالله، ومش مخدرات ولا حاجه، وحاجه صح و100%. هو انتوا عندكم في الكليه الموضوع البحري كده لدرجه ان انت تفتحها سوق؟ مش اي سوق يا معلم، ده في اوراق واختام وعميد كليه موافق وكل حاجه. طب واخوك تشيل معاه فلوس ولا بضاعه؟ الله، هو في بضاعه من غير فلوس؟ ماشي شايل. تشيل الخير يا حماده. طيب كده اعمل حسابك تطلع معايا بورسعيد. امتى؟ بكره. احيات ابوك يا شيخ، الموضوع ده مش عايزه ام كلثوم بصراحه. جدا. فقابلتك انت لقيتك بتغير كل حياتي، معرفش ازاي انا حبيتك، معرفش يا حياتي. وقابلتك انت لقيتك بتغير كل حياتي. يا اخي عيب على دقنك، عيب وانت داخل توطي الراديو وتعلى اخوك يا ابن رتيبة. لا بقى ده كده كتير، مش معقول يا احمد. انا مش كل يوم والتاني هنزل افتتح لك معرض. سعادتك السبب يا فندم. انا؟ ليه بقى؟ لان مكان ما بتحل جنابك بتحل البركة. نعم بركة؟ يعني ايه؟ مش فاهم. هقول لحضرتك، سعادتك يا دوب افتتحت المعرض، 3 ساعات الطلبة كانوا خلصوا كل البضاعة اللي موجودة. طب دي بركة ولا مش بركة؟ عندك حق، بركة. ماشي ماشي يا سيدي، قول لي بسرعة بقى عايز ايه مني تاني؟ عايز بعد اذني يا نبك تعتمد للطلب ده. طلب ايه ده بقى ان شاء الله؟ لا بقى ده كتير. جري يا احمد، احنا مش تجار شنطة عشان تروح بورسعيد مرتين في الاسبوع. تصدقني سعادتك لو قلت لحضرتك ان ممكن اقعد 10 مرات في الاسبوع علشان زمايل الطلبه، انا بكل جوارحي ما قداميش غير اني اساعدهم، اعمل ايه؟ انت غريب يا احمد، انا في الحقيقه ما شفتش حد ابدا بالمثاليه دي. لا يا فندم العفو، مثاليه مش مثاليه بالمره، اني احس بزمايلي دي مش مثاليه، اني استشعر احتياجاتهم طموحاتهم طلباتهم انتماءاتهم، ان هم يحسوني واحسهم، مش مثاليه. مثاليه خصوصا يا فندم ان هم اللي رشحوني للموقع ده اطلاقا. اقنعتني يا استاذ، موافق. وادي توقيعي. ربنا معاك. مع السلامه. الله، بسم الله ما شاء الله. اتفرج يا محمد. لا انا بجد مش مصدق نفسي. لا ما بيقول لك بقى يا سيدي، انفتاح بعد قفله يعمل سرعه. لا بس انت طلعت استاذ. انا دلوقتي بس صدقت. كان لازم تصدق يا محمد.
انا عايز ايد الطول كله كليات مصر وايد لوحدها. ما تسقفش وانا معاك في اي حاجه انت عايزها واعملها وانا مغمض كمان. طب قول لي يا ابو حميد كليتكم عامله ايه؟ يعني زيها زي اي كليه؟ لا يا محمد كليتكم مش زي اي كليه، كليتكم كليه زراعه، يعني معظم الطلاب بتوعها من الاقاليم يعني غلابه زينا يا قلب. ايوه ده ايه علاقته يعني؟ اللي بنبيعه هنا هنبيعه هناك بنص الثمن. تبيعه بنص الثمن ازاي يا ابو حميد؟ انت كده تخسر. النبي انت حبيبي حبيبي والله. هنشتريها برضه بنص الثمن يبقى المكسب هو اهو. يا ابن الجنيه. من جنيه ايه؟ مش لسه لما تعرف الباقي. ايه تاني يا استاذ؟ انت عارف مين اللي ماسكه اللجنه الفنيه عندكم في الكليه؟ لا مش فاكر. هناء حسين الحناوي. انا سمعت الاسم ده وشفته مكتوب على حاجه كده. شفته على حاجه كده. حسين الحناوي عضو مجلس الامه عن دايره بورسعيد. يا محمد ما الولاد مش هتعشوا ولا ايه؟ انا عارفه يا اخويا. تديهم حصه مديحه ولا خبط عليهم؟ حاضر يا ابو. دول من ساعه ما رجعوا من بره هم حابسين نفسهم في الاوضه زي ما نكون عاملين عامله. ايه مش هتعشوا؟ لا ما احناش جعانين دلوقتي. بعدين يا مديحه بعدين. ماشي ماشي. والله يا اخي انت محبكها قوي. نسبه ومش نسبه. وانا بدينك مصروفك يا محمد ده اجرك. انت اشتغلت معايا ودي اجره ايدك. بس بقول لك ايه، فلوس الشغل لازم تشتغل، وعلى راي المثل القرش المتعان يا يتسرق يا يتصرف، والقرش اللي على الوش رخيص. خد نسبتك يا محمد. طيب قوم نتعشى احنا بقى. قبل العشاء هتعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ الفلوس دي اديها لك تشغلها طبعا. عين العقل. هات. طب وانت هتعمل ايه بنصيبك؟ لا انا ما تقلقش عليا، انا ان شاء الله في مصلحه كده هقضيها. ما تقلقش. يعني اتوكل على الله واروح اطلب ايدها يا استاذ صالح؟ كده يبقى عداك العيب وازح، وكمان تبقى عملت الاصول. ايوه بس يعني. بس ايه تاني؟ يعني حكايه السن، انت عارف انا راجل كبير في السن دلوقتي ودماغي انت ما جيتش جنبها بقالك 10 سنين. لا حول الله يا ربي، انا اول مره اشوف واحد في حياتي هيتجوز ويتكلم عن السن. وانت لو حطيت الموضوع ده في دماغك يبقى عمرك ما هتتجوز في حياتك يا اسطى صالح. الحكايه مش حكايه سن وبس، ده سن وفقير. وبعدين انا راجل على قد حالي، شغال محصل في شركه الكهرباء، يعني ايش ياخد الريح من البلاط؟ هقول لك على حاجه يا حبشي. اتفضل. بلاش تتجوز احسن. ليه بس كده يا استاذ صالح؟ انت كل ما ربنا يفتح لك باب تسده بايديك في وشك. انا باخد رايك بس يا استاذ صالح. انا من رايي بقى ان انت تعتمد على الله، وان شاء الله ربك هيسهلها من عنده. ايوه. وبعدين مالك يا اخويا بتتكلم عنهم كده زي ما يكونوا ملكوا الارض وما عليها؟ مش حال ما ابوها صاحب مصمت. ايوه واخوها في السعوديه. ادي دقنه هيله ورجع. واخوها التاني بقى من اصحاب العربيات. اخوها مين؟ احمد. طب كويس، اديك قلتها بعظمه لسانك. يعني الناس دي تمسك في ديلها بايدك واسنانك، لانك زي ما بتقول ان البليه لعبت معاهم عشان ينوبك من حب جانب. لا يا استاذ صالح انا ما بفكرش بالطريقه دي خالص. لا لازم تفكر كده عشان لما تروح لهم يحسوا ان انت واحد منهم بتفكر زيهم، ساعتها هيساعدوك. ما انت هتبقى جوز بنتهم، ويا عيني كمان لو انت بقى البليه لعبت معاك. طب ايه رايك اروح لوحدي ولا اخد حد معايا؟ انا بقى من رايي تاخد السيد رئيس الحي. حي مين بقى؟ انت تاخد البيه المحافظ. هو انت ولا حيلتك حاجه؟ ده انت حيلا مقطوع من شجره. طب ما تيجي معايا انت يا استاذ. بصفتي ايه بقى؟ حلاق الباشا؟ لا يعني ناخد بحس بعض هناك. انا اقول كلمه انت تقول كلمتين والكلام زياده تقصقصه. الكلام ده يا ابني صح لو هم ما يعرفوكش، لكن انت طول النهار داخل خارج عليهم في البيت. بس انا مرعوب مرعوب قوي يا استاذ صالح. يبقى ما تروحش احسن. طب والراديو ده هتحطه فين ان شاء الله لما الشنطه اتخنقت كده؟ لا انا مش عامل حسابه. اشمعنى يعني؟ عشان الراديو ده هديه ليك يا ابو حميد. انا كنت فاكرك هتاخده معاك. لا يا معلم لا، انا جبت تلفزيون جديد وراديو جديد وهدوم جديده وظبطت نفسي تمام. طب والهدوم اللي انت سايبها في الدولاب دي؟ لا دي حلال عليك يا ابو حميد. بتتكلم بجد؟ شكرا يا معلم. عيب يا حمام. خلاص يا احمد لو انت تسيب البيت وتمشي. سيب البيت وامشي اروح فين بس؟ ليه بتقولي كده؟ ده انا هبقى معاك هنا صبح ومسا. والله انا حاسه اني هصحى في يوم الاقي البيت فاضي عليا انا وابوك لوحدي. تراهنيني؟
ايه ترهنيني دي؟ بهزر بهزر يا ست الكل. البركه في محمد وفي مديحه. ايه يا احمد؟ انت عايزهم يخليله جنبي ولا ايه يا ابني؟ طب انا عندي فكره. جوزي مديحه الاول وقعديها معاكي هنا. قبل ما تقول هنا وهناك ادعي لها ربنا يرزقها بابن الحلال. وده وقت عربيات برضه يا سي محمد. ما هو يا حاج مش جايبها عشان يتفسح بيها ولا يطلع المقطم. امال جايبها ليه يا اخويا بقى ان شاء الله؟ العربيه دي لزوم الشغل يا حاج. يا واد ما تجننيش انت كمان، انا مش ناقصك. ليه بس كده يا حاج؟ ايه اللي جرى؟ تعالى روح بره. تعالى. اتفضل يا حاج. فهمني واد يا محمد. شغل ده ايه بقى اللي يجيب له عربيه ولو هو لسه في الجامعه؟ يا حاج احمد بقاله 10 سنين في الجامعه، ده بيتجوز وما طلبش منك اي حاجه تساعده بيها. اه بس ده ما يمنعش ان ابوه لازم اسال واعرف هو شغلته ايه بالظبط كده ولا لا. احمد جاب العربيه دي عشان ينقل فيها البضاعه. اوعى إيه تقول لي رايح ابو شعيشع والميداليات اللي كان بيعملها هو واصحابه. لا يا حاج دي هدوم. هدوم؟ هدوم ايه يا احمد؟ بيجيب هدوم من بورسعيد ويجي يبيعها هنا في مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وده اسمه ايه ده ان شاء الله؟ اسمه حبشي يا حاج. الله الله الله. وايه اللي انت عامله في نفسك ده يا اخ حبشي؟ وايه البدله اليافه اللي انت لابسها دي يا؟ لا بالنسبه للبدله دي نافحه، جابها لي الدكتور احمد معاه من بورسعيد وهو جاي اهو. جبتش حاجه من عندي؟ مؤاخذه يا حبشي، اصل احنا متعودين عليك كده يعني. وبعدين يا حاج انا قلت اغير يعني، يمكن يتحقق املي كده وينصلح حالي يعني. يا سلام. وهي البدله وحلقه الدقن والفتله لا مؤاخذه بيغيروا حاجه في البني ادم؟ دي خلقه يا ابني، خلقه. استغفر الله العظيم يا رب. قوم يا محمد اعمل طبق مشكل حلو كده لعمك حبش بسرعه. استنى يا محمد، انا مش جاي عشان اكل، وبعدين حتى لو كنت جعان انا نفسي اسكت خلاص. السلام عليكم. مالك بس يا حبش، في ايه؟ محمد انا كنت جاي علشان عاوز الحاج في كلمتين. ماشي. حبشي كان عايز يتكلم معاك كلمتين كده يا حاج. طب ما تشد كرسي واقعد يا حبش. ايه في خير؟ لا على ايه بقى، اذا كان انت نورت عليا يا حاج وانا لابس، مش حال بقى لو كلمتك يعني عشان لا 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 يا دي حبش، ده انا بضحك معاك وطول عمري بهزر معاك كده، ايه اللي جد بقى ان شاء الله؟ طلب من حضرتك طلب ويا ريت توافق. خير قول في ايه؟ لو سمحت يعني انا طالب ايد الانسه مديحه. طالب طالب ايد هم بطلوا ده واسمعوا من عارفين يا حاج. هو انا قلت حاجه غريبه يعني ولا ايه؟ لا 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 انت ما قلتش حاجه غريبه خالص، انت اتجننت.